فيسبوك 5.8 مليون في تويتر و 22% من العرب يستعملون شبكات التواصل الاجتماعي. الآن بالنسبة لويكيبيديا العربية حكينا فيها يعني 900,000 مسجلين و 4,000 ناشطين. السؤال المطروح بين 82 مليون هذول لماذا لا يوجد على الأقل ثلثهم أو ربعهم أو خمسهم في ويكيبيديا؟ يعني حقيقة يعني سؤال يعني ليس في ويكيبيديا العربية فقط أو على مشاريع ويكيبيديا الأخرى. العرب يستعملون جدا يعني الإنترنت، يستعملون فيسبوك، يستعملون وسائل، يعني هناك عديد من التساهلات. أسامة لخص هذه التساؤلات في 8 أسئلة. كنت سأضيف بعض الأسئلة لكن قررت أن أبقى هذه الأسئلة ليتم نقاشها. الأسئلة هي: ما المستقبل المفروض لهذه الشبكات في هذه السنوات الخمسة القادمة؟ ما موقع ويكيبيديا عند الطالب العربي اليوم؟ هل تأثر إيجابا أو سلبا؟ هل من تفاوت بين المستخدمين العرب في تعاطيهم مع تلك الشبكات؟ هل لا تزال ويكيبيديا ذات قيمة بالنسبة لمستخدمي تلك الشبكات؟ هل نجحت ويكيبيديا العربية في تعزيز التعفيف وتواجدها على الشبكات الاجتماعية؟ هل يمكن أن تفعل هذه الشبكات استقطاب مساهمين للموسوعة؟ ما التحديات التقنية التي تطرحها هذه الشبكات أمام توقعات المستخدمين حين تعاملهم مع ويكيبيديا؟ هل من مجال إعادة شراكة مع الشبكات الاجتماعية لتعزيز ويكيبيديا؟ الآن كيف سيكون العمل؟ سنقسم المجموعة إلى أربع، سنقسم المشاركين إلى أربع مجموعات. الطاولة الأولى والثانية مجموعة الأولى. أوكي؟ ستعملون على السؤال الأول والخامس. أوكي؟ الطاولة الثالثة والرابعة. المجموعة الثانية ستعملون على السؤال الثاني والسادس. أوكي. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يعني السؤال طاولة هذه، طاولة هذه، طاولة الخامسة والسادس. طاولة السؤال السادس والسابعة. أوكي، ستة وسبعة. أوكي. يبقى السؤال الرابع. أوكي. أحضر. الاختيار يعني فأقوم باختيار كل مجموعة فتكون طول من عدد كتاب، لكن لاحظت أن التقسيم الحالي يعني هناك بعض أحسن أحسن العصر الحمد لله. الخطر من أربع كتاب. لحظة بس، هذه طولة نعم، هذه طولة ما يعني ثمن بلدان تبارك الله. أوكي. يبقى المشاركين عمر ستشارك مع هذه المجموعة، محمد مع هذه المجموعة. أوكي. الثالث والسابع. أوكي. ثلاثة وسبعة. أربعة وثمانية. أربعة وثمانية. أوكي. لديكم 15 دقيقة احتمال متوقع انه تطلع شبكات منافسه كان في راس الارض يعني فكره اول ما طلعنا فيسبوك كنا صور على الالبومات هذه الصور يعني مفهوم الالبوم مجموعة صور من كل بوست واحد ما
كتاب ألبوم اللي هي الوورد حتى في كل الفيسبوك كده صار مختلف أول صور على الإنستغرام يعني مثلا الناس بيفتحوا يعني تواصل يعني الواتساب ظهر جروبات تواصل سريع يعني يعني حتى البوست صار مختلف كان الناس يعني وصل الفيسبوك أصلا وصل حد الساتوريشن إنه وصل القمة راح كانوا يسوي مرحلة من يعني كانوا يصير فلات كانوا الكير راح يصير فلات هو طريقة التحرير كما قالت على طريقة السوشيال ميديا على طريقة التواصل على السوشيال ميديا. قصدك تأثر بالسوشيال ميديا هذا؟ إيه. السهل طريقة التحرية في لأنه ربما بعد قامت إحصائيات. ثانيا طريقة الصور. عربي ولا على ويكيبيديا اصلا لكن هي ويكيبيديا الفيسبوك اللي عندنا في الويكي كومنتس في الكوتي هذا ايجابي في الكوتي كومنتس وحده نفس الشيء ليس نفس الشيء بس في ويكيبيديا عربيه هناك محاكاه يعني الوسائل المتاحة كما في ناس عقوق استعملها أصعب تقنيتها أصعب من المواقع الأخرى Thank you.
هي نسبة استخدام بالنسبة للشبكة الخاصة على الحيوانات تتوقع زيادة